تمكن هذا المدرب بوسائل بسيطة من تطوير الروبوتات التعليمية وتلقينها للطلبة والأطفال، كما شارك بخبرته في المحافل الدولية أين افتك جوائز وشهادات في مجال الروبوتات، آخرها ستجرى هذا الأسبوع في الدنمارك. احنا الاطفال كبدايه يبداوا بهذه الروبوتات، حيث انهم فيهم ديكابتر وديموتور وفيهم برنامج خاص اللي هو برنامج سكراتش للصغار، من بعد يطوروهم يبرمجوهم بالبايثون. الروبوتات هادو راهم روبوتات مدروسه باش يعلموا الاطفال جميع انواع التصميم والبرمجه. الروبوت التعليمي هو كل آلة تتحرك وعندها محرك. الروبوت التعليمي دخل الجزائر في 2019، الحمد لله كنا من بين الاوائل اللي دخلوه للجزائر. التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي تقنية تعتمدها هذه الروبوتات، وجمعية العمالقة وحدها تمكنت من تدريب 200 طالب في مجال الروبوت التعليمي. كما شاركنا في عدة مناسبات دولية ومثلنا الجزائر لأول مرة، البطولة العالمية العام اللي عدى كانت في ألمانيا، البطولة العربية كانت في قطر، بالإضافة إلى أنه هذا الأسبوع إن شاء الله رانا مسافرين للدنمارك باش نمثلوا الجزائر في بطولة صداقة للتصفيات الأولمبياد العالمي للروبوت. هو بمجرد احتكاك طلبتنا بالطلبة الأجانب وأخذ خبرة منهم، لأنهم هم عندهم 20 سنة وهما في هذا المجال، راح يتطوروا بطريقة غير مباشرة. ألمانيا كانت عندنا نتائج مشرفة وكانت أول مرة، في قطر شاركنا وجبنا شهادة المهندس الواعد في تتبع خط، وإن شاء الله في الدنمارك راح نجيبوا نتيجة لأنه كانت عندنا ديجا خبرة من قبل. تطوير تقنية الروبوت التعليمي أصبحت خطوة مهمة في تنمية مهارات الطفل وتحسين البيئة التعليمية لتتماشى القفزة التكنولوجية التي يشهدها العالم.